الصويرين والوسخين والنقافات وطلابكم. وهذه رسالة للوزير الأول باش إلى ممكن يتراجع على هاد القرارات ديالو. وهاد القرارات كما تعرفوا راهم أداو ملايين ديال الناس في المغرب كله. على المغرب من بكري كيلغى الشركات من الخارج باش يستثمروا في المغرب وباش يشغلوا اليد العامله المغربيه. على حتى الممولين الحفلات من هاد الشركات الكبار اللي مخدمين يمكن اكثر من الشركات الخارجيه. وهاد التظاهره غادي تستمر لعدة أيام حتى نوصلوا للهدف ديالنا. وشكرا للجميع.